درس مش في الكوره بس، لا في الحياه بصفه عامه. في لحظه تجديدك لعقدك مع النادي الاهلي كنت حريص ان والدتك تكون موجوده. رساله حسين كانت مش لكل رياضي، لا لكل اب، لكل ابن اعتزازه بالام. طبعا طبعا، يعني امي كانت ام واب ليا دايما من وانا صغير، فكانت دايما داعم ليا، وكانت دايما ورايا، وكانت بتيجي معايا التمرين، وكانت توديني التمرين والاختبارات، وكانت معايا من زمان يعني. فالحمد لله امي طبعا يعني ربنا يبارك لي فيها، وبارك في اخواتي، وبارك في اخويا محمد يخليه لي، ويخلي لي زوجتي الغاليه واولادي حبايبي. والله انا يعني عايز اقول لك دي كانت مفاجأة، يعني انا ما كنتش اعرف اللي هي جايه فعلا. والله 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 كمان مره ما كنتش اعرف اللي هي جايه. انا اتفاجئت لما دخلت عليا المكتب بالعقد، ولا كنا متفقين ولا كنا مرتبين ولا كان اي حاجه. انا كنت قاعد في المكتب لقيتها داخله مع محمد اخويا واتفاجئت. فكانت بالنسبه لي كانت لحظه حلوه جدا. اللي بيشتري النادي الاهلي وبيشتري جماهير النادي الاهلي بيتشال على الراس. حسين جاله مغريات كتير وعروض كتير، ولكن اعتقد كان لوالدتك دور في ان انت تكون موجود في النادي الاهلي. طبعا طبعا كان في دور كبير جدا من والدتي ومن اخويا ومن زوجتي، ودايما كانوا يقولوا لي احنا عملنا كتير، احنا عملنا كتير، واللي احنا ضحينا بكتير، فانت لازم نكمل ده كله، ما ينفعش اللي انت تخسره. وحتى ده فعلا اللي حصل، يعني ساعة التجديد لما جم اتكلموا معايا قلت لهم يا جماعة أنا جاي لعروض، بس أنا ما اتكلمتش في أي عروض ولا هتكلم غير أما أنتوا تقولوا لي خلاص يا حسين أنت مش معانا. ساعتها أنا فعلا كنت هعمل كده، لكن أنا فعلا ما اتكلمتش مع عروض ولا اتكلمت أي حاجة. حتى العروض اللي كانت بتكلمني قلت لهم يا جماعة استنوا لحد أما أنا أعمل إيه مع الأهلي. وانا ساعتها قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم في اي حاجه، انتوا اتكلموا مع اخويا، تواصلوا شوفوا هنعمل ايه، سنه سنتين ثلاثه، ادوني جنيه اتنين عشرة، اللي انتوا عايزينه هنعمله، مفيش اي مشكله. بس وده اللي حصل وده اللي كان وارد. بس هو بقى شويه الكلام بقى اللي حصلت، حسين اصل حسين مش عايز، اصل حسين بيمضي بره، اصل حسين مش عارف ايه، اصل ولا كان في اي حاجه من ده كله. بس الناس طبعا يعني بتحب تسخن الدنيا بس.